يا الربع حق لا حق لا اله الا الله. سم كلام من ذهب يطلع من ابو سعيد. ها الله يستر لا يجيني ينطق. شوف من الشخصيه تعذب فيك. خله عطى فرصه لا 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 خالد فرق ابوه يا واحد يا واحد شك طيب يلا لا لا ما يصير ما يصير يقلد شو اسمه العجوز والشاي هو بيكسر هذا الله يحييكم جميعا الله يبقيه الله يبقيه الله يطول والله كل جاي نبغى يقدم ما عنده كل يبغى يجمل ربعه واللي وجماهيره واللي عنده فالله الله في البث الكلام اللي برا ما نبيه نعم الكلمة اللي تقولها ترى محسوبة عليك نعم كلنا يمثل تربيته وتربية شايبه وتربية اخوانه واللي وربعه يا رجال بتكلم عن الربع جميل كلنا نعرف يا رجال بس انا ادري انا ابغى ادري هو جاء ولا ما جاء جاء يلا اسمع كلنا يبغى يقدم ما عنده وكلهم طمعانه في المركز الاول وفي الكرت الذهبي وفي والله يوفقكم جميع وييسر اموركم اللي بقوله لكم الواحد ينظف قلبه ويكون على طبعه لا يتصنع ولا يسوي شيء اسمع احنا الجلسه هذه بادين عليك نبي الرجال هذاك يمثل هو بيتكلم بيتكلم بعدي بيتكلم بعدي سمعتوا فكل ترى الكلمه محسوبه عليك في ذا البث اطلع بالشيء اللي يجملك ويجمل الجمهور فالتحيه ولدي يا شباب تعال عيال خلوكم اسمعوا خلوكم مرتبين اي شيء يطيح سووا نفسكم ما شفتوه خلوها هذا الحركه هذه انا علمت هذا الشيء بيصير هذا الشيء بيصير الربع مساكم الله بالخير بنور شعلومكم عساكم طيبين الله بخير يا مرحبا ماني والله زايد على كلامه شيء الا بشيء واحد والله العظيم ان المكسب من الاسبوع اللي راح انه معرفتكم وثقه تامه انه يد وحده اي واحد منكم والله العظيم والشاهد على كلامي العزيز الحكيم ان اي واحد منكم انه يبي يطلع ترى يبينه ومسنحنا اي بالله ثقه تامه ان يد وحده ان شاف مثل ما قال على خويه شيء يعدل الثاني يعدله وكلنا يد وحده ولا في كامل الا الكامل الله سبحان الله ولا نرد على كلنا الكلام ذاك في خاطر كل واحد منكم بالكلام الزين وبالعلم الزين وانا اخوكم الصغير دقيقة انا ودي ابعد اسولف نبغى تمثل على هالشيء تفضل كل يقول الكلام اللي عنده صغير الصغير ركزوا صغير خالد الروقي اتوقع اني انا اصغركم انا اتوقع اني اصغركم الحين حيك حيك خريج اداره اعمال ما شاء الله تبارك من جامعه شقرا العمر 23 اتوقع اني اصغر واحد فيكم صح ولا لا؟ انا اصغر واحد فيكم كم شوفوا انا اقول الله يعينكم علي انا راعي مقالب ابغثكم بالمقالب ابغثكم بالذات اليوم لا ابغثكم اليوم ما غثنا صف جنبي خالد صف جنبي كيف اصف جنبك وين؟ بالمقالب الله يعينكم علي انا اقول الله يعينكم علي بالمقالب حركتي واجد حركتي واجد السلام عليكم روح هناك